السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين قناة سلمى براني اوفيسيال. خوتي خواتاتي في الله، خليكم مع الفيديو ديال ام اشرف وهي كتعلق ولا كتغرم للشيخات خوات ساكها، غير كتحل مسكينة وتعلق. خليكم مع الفيديو، ولكن ما تنساوش خوتي الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد فضلا وليس امرا، وخليوا لي الاراء ديالكم في الغزالة ام حكيمي الله يحفظها له والله يطول عمرها. ام اشرف حكيمي غاديه مسكينه وكتعلق وغاديه وكتعطي للناس، غير كتحل الصاك وتعلق. تبارك الله عليها كريمه والله يحفظها لولدها والله يخليه ليها. وش نقول لكم، الله يخلي لها ولدها اللي تبارك الله عليه راجل وما شاء الله ولد البلاد سباع ما شاء الله. راكم عارفين المنتخب المغربي صلى النبي عليهم ساكن طاحوا ناضوا في ذاك الكأس العالمي، الكأس العالم عفوا، وتبارك الله عليهم الله يحفظهم العين. حكيم زياش، أشرف حكيمي، بزاف البنات بزاف كلهم تبارك الله كانوا في القمة، وكلهم الله يحفظهم لوالديهم، الله يحفظ لهم والديهم، الله يطول لهم العمر، وإن شاء الله المرة الجاية يفرحوا الفرحة الكبيرة ويربحوا إن شاء الله كأس العالم. لما لا غادي ما ياخدوش، لحقاش كيف ما شفتوا ان الماتش الاخير كان فيه انا وهذا علاش خسروا، ولكن المره الجايه ان شاء الله نتمنى الامور تكون على ما يرام ويكون داكشي على حق وهذا ما يغش هذا. نقول لكم انا مع السلامه ان شاء الله، ونتلقاكم في فيديو جديد واخبار جديده، وما تنسونيش باللايك، جعلها الله لكم في ميزان الحسنات، ومع السلامه.